اول ما نتعرف على الكيدني لازم نعرف رايت ولا ليفت، يبقى هاو تو ايدنتيفاي تو ويتش سايد ذا كيدني بيلونج. فبمسك الكيدني الاقي لازم اعرف الميديال من اللاترال، يبقى انا عندي هنا الهايلم موجود ميديال، يبقى هنا الهايلم موجود ميديال، ادي كده. ما انا لازم اعرف 6 حاجات، فميديال من اللاترال، لازم اعرف الانتيرور من البوستيرور، لازم اعرف السوبيرور من الانفيرور. فانا باجي هنا انا عرفت الميديال من اللاترال، عايز اعرف الابر من اللور، بسيب اليوريتر ياخد وضعه الطبيعي، دايما اليوريتر دايركتد داونرز، يبقى هنا برضو ادي اليوريتر دايركتد داونرز. اشوف الانتيرور من البوستيرور، دايما الرينال فيسلز خد بالك بتبقى انتيرور، والبلفس اوف ذا كيدني واليوريتر بيبقى دايما بوستيرور. يبقى انا بحدد ال6 حاجات، بقول اول حاجه الميديال هنا اهو، يبقى الاقي الهايلم، اللاترال ما بلاقيش الهايلم. اليوريتر هيعرفني اللور بول، يبقى دي اللور بول وهنا ايه الابر بول. بقى اعرف الانتيرور والبوستيرور، يبقى رينال فيسلز انتيرورلي، والبلفس اوف ذا كيدني واليوريتر ايه بوستيرولي. كده يبقى انا اتعرفت، اقدر احط الكيدني في اي بوزيشن واعرف منها اذا كانت ايه رايت اند ليفت. خد بالك ان انا عندي الرينال فيسلز، بقول رينال فيسلز، هو طبعا الترتيب الطبيعي بيبقى الفين في الاول، وبعدين الارتري، وبعد البلفس اوف ذا كيدني واليوريتر، ده ترتيب الاستراكشر في الهايلم. لكن احنا دايما نقول الرينال فيسلز ليه؟ لان بيحصل شكل مختلف. يعني لو انا بصيت للكدني دي، هو المفروض الرينال فين في الاول، بلاقي حته من الارتري باينه قدام اهي، هنا برضو نفس القصه، بلاقي الفين في بعض الاحيان في الاول، لكن حته من الارتري هو حته من الارتري وراها، لكن الجزء ده تلاقي الارتري قدام. فاحنا بنريح نفسنا ونقول الرينال فيسلز انتيرورلي، والبلفس اوف ذا كدني واليوريتر ايه بوستيرلي. لاحظ هنا وجود السوبرا رينال جلاند، والسوبرا رينال جلاند زي ما اتكلمنا سابقا تبقى في الليفت سوبرا رينال جلاند تريانجولار، وفي الرايت سوبرا رينال جلاند بتبقى هنا دي هنا الرايت سوبرا رينال جلاند تريانجولار اهي، ادي الرايت سوبرا رينال جلاند تريانجولار، والليفت سوبرا رينال تبقى سيمي ليونر ودايركتد هنا ناحيه الايه الهايلم، او ريتش الايه الهايلم. يبقى دي رايت سوبرا رينال جلاند وهنا ليفت سوبرا رينال جلاند، ودولت الايه هاو كان يو ديفرنشيت بتوين رايت اند ليفت كيدني. هنا بناخد جنرالي البوزيشن بتاع الكيدني في الابدومن، فواضح ان الكيدني نايمه على البوستيرو ابدومينال وول. لما ابتدي افكر في الريليشنز بتاعتها، باين انها نايمه على الاستراكشر بتاع البوستيرو ابدومينال وول. فالبوستيرو ريليشن بتاع الكيدني الاقي 4 مصر، ايه ال4 مصر؟ فوق الدايفراج، وبعدين هنا سوس ميجور اهي، وبعدين هنا كوادريتاس لامبورم، وهنا ترانزفيرسس ابدومينس. يعني الكيدني نايمه على البوستيرو ابدومينال وول اللي هو السواس ميجور، اللي هو دايفراجم، وبعدين السواس ميجور، وبعدين الكوادريتاس لامبورم، بعدين الترانزفيرسس ابدومينس. بعد كده هنعرف بعد كده انه مفصول عن الكيدني مفصوله عن الكوادريتاس لامبورم بسبكوستا نيرفز اند فيسل، والالو هيبوجاستريك والالو انجوان. المهم هنا بقى ادي الكيدني، الرايت كيدني دايما هتبقى عليها انتيرور ريليشن ستراكشرز بالاضافه للسوبرارينال جلاند، هنلاقي هنا السكند بارت اوف ذا ديودينم، هنلاقي هنا في الترانزفيرز ايه كولون، هنلاقي هنا في رايت لوب اوف ذا ليفر، هنلاقي كويلز اوف ذا سمول انتستين. اما الليفت كيدني هنلاقي هنا في البنكرياس زي ما احنا شايفين كده، وهنلاقي هنا الاستومك اللي هي عامله استومك بيد، وهنلاقي هنا السبلين، وهنلاقي هنا ايه ديسندنج كولون، وهنلاقي كويلز اوف ذا سمول انتستين. لكن المنظر ده انا حاطه هنا عشان اوري لك ان الكيدني نايمه على البوستيرو ابدومينال وول اللي هو دايفراج، وهنا سوس ميجور، كوادريتاس لامبورم، وهنا ترانزفيرسس ايه ابدومينس.